أهلا بكم من جديد. هدية مصر إلى العالم، شريان جديد يعزز ويوسع من قناة السويس في مصر. هذا الشريان البحري المهم الذي يربط بين قارات العالم تجاريا واقتصاديا، دور كبير مرتقب وآمال كبيرة لا يعلقها فقط الشعب المصري، ولكن يعلق عليها آمالا كبيرة كل شعوب العالم، نظرا لأنه من المأمول أن تساعد على تنشيط وتسريع حركة التجارة العالمية من خلال تسريع حركة النقل البحري. نتحدث بشكل خاص عن هذه القضية وفي هذه الحلقة الخاصة مع ضيف كريم نرحب به في الاستوديو، سيادة اللواء بحري عادل ياسين رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل. أهلا بحضرتك. أهلا بك يا فندم. اسمح لنا حضرتك أن نستعرض تقليديا كما يحدث في كل حلقة بعض ما تناولته الصحافة حول موضوعنا اليوم قبل أن نبدأ الحوار مع حضرتك. بنبدأ مشاهدينا بما تناولته صحيفة الشروق في عنوان يقول رئيس غرفة الملاحة الدولية يشيد بمشروع قناة السويس الجديدة. بتنقل الصحيفة عن رئيس الغرفة الدولية القول أن قناة السويس لها أهمية عالمية لتسهيل عملية التجارة ونقل البضائع بين دول العالم، مؤكدا على أن القناة الجديدة ستزيد من عملية النقل والملاحة في القناة ما تقدم خدمة كبيرة لحركة التجارة العالمية. في صدى البلد رئيس الغرفة الدولية يؤكد أن قناة السويس الجديدة تم تجهيزها وفقا للمعايير العالمية. أشاد المسؤول الدولي خلال جولته البحرية بأعمال التكريك والحفر مؤكدا أن القناة الجديدة تم تجهيزها وفقا للمعايير البحرية العالمية من حيث الأبعاد والأعماق والتجهيزات الملاحية. في اليوم السابع جولة بحرية في قناة السويس الجديدة لممثلي مكاتب الملاحة الدولية. بتشير الصحيفة إلى تنظيم هيئة قناة السويس لجولة على الواقع وميدانية بمشاركة عدد من ممثلي المكاتب الملاحية الدولية. بالطبع كان من المهم أن يقوم هؤلاء بهذه الجولة للاطمئنان على مطابقة القناة الجديدة للمعايير الدولية قبل الافتتاح، وهذا طبعا إشارة إلى الإنجاز الكبير، أي أن المشروع تم قبل الموعد المحدد له. في فيتو مميش يقول قناة السويس الجديدة قادرة على استيعاب جميع أنواع السفن. بتنقل عن رئيس الهيئة الفريق مهاب مميش التأكيد على أن القناة الجديدة آمنة ملاحيا وقادرة على استيعاب جميع أنواع السفن، مشيرا إلى أن القناة جاهزة لاستقبال هذه السفن بعدما تم تزويدها بكافة الخرائط والعلامات الملاحية. في الوفد بتؤكد ما ذكره الفريق مهاب مميش من أن أي سفينة تمر بالقناة أمانة في رقابنا، مؤكدا أن قناة السويس الجديدة آمنة لعبور السفن وعلى مسؤولية هيئة القناة، مشيرا إلى أن تجربة التشغيل الأولى للقناة أثبتت نجاحها وأثبتت كل ذلك. في البوابة نيوز رئيس مراقبة الملاحة يقول تركيب أحدث الشمندورات بقناة السويس الجديدة تم بالفعل لتأكيد فعالية وكفاءة الخدمة فيها. في المصري اليوم إنشاء مركز إرشاد جديد على هيئة سفينة عملاقة بقناة السويس الجديدة. في التفاصيل شهدت عمليات التحضيرات النهائية للاحتفال لانتهاء من إنشاء أول مركز لإرشاد السفن على هيئة سفينة ليكون أحد مفاجآت الحفل المقرر له يوم الخميس 6 أغسطس، حيث أقيم المركز على هيئة سفينة عملاقة مكونة من 3 طوابق على أن يتم تزويده بأحدث الأجهزة الإلكترونية والتكنولوجيا المتقدمة في مجال الملاحة البحرية. أخيرا في فاينانشال تايمز بتقول مكاسب قوية مع توسيع قناة السويس، وهذا نموذج فقط من الموضوعات التي تناولتها الصحف العالمية حول مميزات قناة السويس الجديدة وما ستحققه من تقدم وتنشيط في حركة الملاحة الدولية. خصصت صحيفة فاينانشال تايمز البريطانية ملفا متكاملا حول المجاري الملاحية التجارية الجديدة في العالم العربي، وفي هذا سوف نتحدث أيضا مع ضيفنا السيد اللواء عادل ياسين عن موقع هذه القناة الجديدة في خريطة الملاحة الدولية.
قالت الصحيفة نقلا عن خبراء دوليين في الملاحة أن توسيع قناة السويس وإضافة قناة ملاحية أخرى من شأنه زيادة أرباحها التي تقدر حسب ما ذكرت ب5 مليارات دولار سنويا في الوقت الحالي. هذا نموذج فقط مما تناولته الصحافة المصرية والعالمية، ونلتقي مع ضيفنا بعد الفاصل. أهلا بكم من جديد، ونجدد التحية لضيفنا في الاستوديو السيد اللواء بحري عادل ياسين رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل. أهلا بحضرتك سيدي. أهلا وسهلا. هو هدية مصر إلى العالم كما قال الرئيس، مصلحة مصر متكاملة مع مصلحة العالم اقتصاديا وملاحيا وتجاريا، لكن لعله من المناسب أولا قبل أن نتحدث بالتفاصيل وخطط وزارة النقل أن نتعرف على موقع مصر في خريطة الملاحة البحرية الدولية، أين يقع؟ بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ أشرح لسيادتك النقل البحري أو صناعة النقل البحري، أرحب بشكر حضرتك على استضافتنا في البرنامج، ورحب بالسادة المشاهدين مع تمنياتي لهم ولأسرهم بالأمن والسلام في ظل قيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. وإن شاء الله يوم 6/8 هدية مصر للعالم قناة السويس بافتتاحها، ودي تعتبر عبور للمستقبل إن شاء الله، وبداية جديدة إن احنا نبدأ بنفس قوة حفر قناة السويس وإنجازها في خلال عام، إن احنا نبدأ مشروع تنمية قناة السويس بإذن الله. أما نيجي نتكلم على النقل البحري، النقل البحري دي صناعة. هي صناعة النقل البحري تبقى كافة الأنشطة الخدمية والصناعية اللي هي مرتبطة بالبحر، وبتنظمها قواعد ورولز معينة وقوانين بتصدر. أما نيجي احنا نبص للموقع العبقري لجمهورية مصر العربية، موقع ربنا حبانا بيه، وإن شاء الله نستغله استغلال أحسن بإذن الله. هنلاقي إن احنا لنا سواحل حوالي 2400 كيلومتر على البحر الأبيض من الشمال، ومن الشرق البحر الأحمر. عندنا يعني ممر ملاحي بيربط بين البحرين. ممر الملاحي ده يعني في التجارة الدولية بس، لكن ده بيغير من مسرح الاقتصاد العالمي اللي هو قناة السويس. نعم. نيجي نتكلم على المحور أو الممر الملاحي ده، هنلاقي إن في 10% تقريبا من 10-12% من حجم التجارة الدولية بتمر في قناة السويس. في 22% ل25% من الحاويات. عندنا 35 مليون حاوية بتمر سنويا من قناة السويس. احنا في مصر 90% من التجارة الخارجية بتاعتنا بتبقى عن طريق البحر يعني. عشان كده دايما بنلاقي ان النقل البحري ليه 3 ركائز. نعم. المواني، الاسطول التجاري، الأنشطة اللي هي مرتبطة بينهم، وبيربط بقى كل ده ان يكون عندنا طرق سواء سككية او نهرية او برية. نعم. اما نيجي نتكلم عن المواني، فاحنا عندنا 15 ميناء تجاري، وعندنا 27 ميناء تخصصي. ال 15 ميناء تجاري متمثلين اسكندرية فيها 2، اسكندرية والدخيلة، دمياط، بورسعيد فيها 3 اللي هي شرق بورسعيد وغرب بورسعيد والعريش، ودول داخلين في محور التنمية. البحر الأحمر فيه 9، 2 اللي هو في سفاجة والغردقة في محافظة البحر الأحمر، جنوب سوما، الطور وشرم الشيخ ونويبع. بعد كده عندنا محافظة السويس فيه 4 اللي هي السخنة والزيتيات والسويس والأدبية. نعم. ودول السخنة والأدبية دول داخلين في المحور برضو إن شاء الله. المواني التخصصية هنلاقي عندنا زي ما قلت لحضرتك 27. نعم. 11 تعديني، 5 صيد، 5 سياحة، و 11 بترول، و6 تعديني. الحجم المواني دي كلها ما استغلناش الاستغلال الأمثل. احنا طورنا بس تطوير يعتبر شامل في النسبة لإسكندرية والدخيلة ودمياط. في افتتاح ان شاء الله هيكون في شهر 8 ده باذن الله بالنسبه لسفاجه. احنا طورنا نويبع وطورنا الغردقه. مواني دمياط برضو متطوره. بالنسبه لثلاث مواني بتوع بورسعيد ده لسه ما نالوش حظهم من التطوير وهم داخلين المحو. نعم. اما نيجي نبص برضو على تطوير المواني. نعم.
اما نيجي نطورنا احنا المواني، تطوير المواني بيبقى على 5 محاور. يعني تطوير المواني يسير على قدم وساق مع قناه السويس بالتوازي معاه على طول، وقبل المشروع ما كان يبدا يعني. نعم. فالخمس محاور اللي احنا طورنا بيه المواني، المواني ده محور البنيه التحتيه، محور البنيه المعلوماتيه، محور التشريع وده اهم محور فيهم بعد البنيه التحتيه والمعلوماتيه، والمحور الاداري، واخيرا المحور الاستثماري. نعم. اما نيجي نتكلم على المحور البنيه التحتيه، ما هو انا عشان تجي لي مراكب ويبقى يعني في لها امال لدخول المواني لازم يكون عندي الممر الملاحي جاهز. فالممر الملاحي جاهز، وفي نفس الوقت من الممر الملاحي للمساعدات الملاحيه، واللي بيقوم بالمساعدات الملاحيه ديت عندنا هيئه المصريه لسلامه الملاحه البحريه، دي المسؤوله عن تامين المساعدات الملاحيه في جمهوريه مصر العربيه بالكامل، ومن شمندرات لفنارات كل ما يتعلق بالسلامه، سلامه السفن يعني. وهذا يقودنا سياده اللواء عن الحديث عن مساله التنميه او التطوير. يعني ربما يتصور يعني البعض غير المتخصص ان مساله حفر القناه الجديده التي تمتد حوالي 35 كيلومتر هي مجرد حفر وتوسيع لكي تكون في اتجاهين فقط، لكن اتصور ان هناك مشروعات كثيره على جانبي القناه الجديده والقناه الاصليه، وسوف او ربما تكون بدات عمليه التطوير. نريد ان نعرف ما هي خطط النقل البحري، قطاع النقل البحري والمختصين في هذا المجال لتطوير هذه المنطقة، وما سيتم إنشاؤه وتنميته بشكل متوازي مع القناة. هو اللي تم في القناة الجديدة هو طولها اللي اشتغلنا فيه 72. نعم. 72 كيلومتر، 35 ده كان عجاف و37 تكريك في البحيرات المرة. المجهود اللي اتبذل في القناة ده مجهود وإنجاز عالمي. انا كنت في الاي ام او اللي هي المنظمه البحريه العالميه. نعم. وكنت بحضر الاجتماع الاجتماع 95 للجنه السلامه البحريه، ودار نقاش مع دول كثيره ما كانوش مصدقين احنا ممكن نعمل القناه. كانوا متخيلين يعني ولو عملناها هنعملها بعمق مثلا تعدي مراكب الغطس بتاعها 7 و8 متر وبكثير قوي 10. فاللي اتعمل ده انجاز، إنجاز بجميع المقاييس، بدءا من القرار القيادة السياسية للمتابعة والإشراف في التنفيذ بالفريق مهاب، للتنفيذ الهيئة الهندسية واللواء كمان الوزير. بصراحة الشباب وتمويل مصر كمان ده أهم حاجة. نعم. دي اللي كانت فرحة، ودي اللي احنا شفناها في المنظمات والمؤتمرات الدولية اللي بنحضرها. نعم. إن فعلا كانت فرحة كبيرة، مش متخيلين إن الشعب وقف ورا القيادة السياسية وانه هو مول المشروع. نعم. طب اسمح لنا نتوقف يعني قليلا سيادة اللواء مع تقرير يعني يسلط الضوء على مزيد من العناصر الموضوع، ثم ساعود مع حضرتك في حوارنا حول التطوير. نشاهد مشاهدينا هذا التقرير معا، ثم نعود مرة اخرى الى ضيفنا في الاستوديو. مع قرب افتتاح مشروع قناة السويس الجديدة يثور الحديث حول فرص الاستثمار الواعدة التي يطرحها هذا المشروع العملاق، ومدى الاستفادة الكبرى التي ستعود على الوطن والمواطنين جراء المشروعات الاستثمارية والمتوقع إقامتها في محور تنمية القناة. وقد أكد وزير التنمية المحلية عادل لبيب على أن مشروع قناة السويس الجديدة من أهم المشروعات القومية التي انطلقت عقب ثورة 30 من يونيو، موضحا أن المشروع سيساهم في لحاق مصر بقطار التنمية العالمية. وأشار لبيب إلى أهمية المشروع في تحقيق الرخاء الاقتصادي للمصريين وتشغيل الكثير من الأيدي العاملة. كما كشف تقرير صادر عن وزارة التخطيط أن خطط تنمية محور قناة السويس الجديدة سيستغرق على أن يتم إدراج عدد من المشروعات بدءا من العام المالي الحالي 2015-2016 ضمن خطة التنمية الاقتصادية، تصل استثماراته إلى أكثر من 100 مليار دولار، سيتم على عدة مراحل، الأولى ما بين الفترة 2015 وحتى عام 2030، والتي من المتوقع أن توفر نحو 1 مليون فرصة عمل خلال 10 سنوات، بالإضافة إلى استفادة الدولة ذاتها من الرسوم الإضافية والتأمينات الخاصة. أما المرحلة الثانية فمن المقرر أن يتم تنفيذها ما بين الأعوام 2030 و2045.
وأضافت الوزارة أنه من المستهدف تطوير 3 مناطق اقتصادية رئيسية في بورسعيد والإسماعيلية والسويس بعد أن تم تحديد الحيز المكاني للمشروع ومساحته، والتي قدرت بنحو 461 كيلومتر، لتكون بذلك أكبر منطقة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط. وأشارت الوزارة في تقرير لها إلى اعتزام إقامة العديد من المشروعات في المنطقة وطرحها للمستثمرين في عدة مجالات، منها النقل البحري والطاقة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتعدين والسياحة والزراعة والاستزراع السمكي، كذلك مجموعة من الصناعات الاستراتيجية خاصة في مجال بناء السفن وإصلاحها وتجميعها ومحطات إصلاح الحاويات، فضلا عن تجارة الترانزيت وإقامة عدد من مناطق التجارة الحرة. أهلا بكم مشاهدينا، ونجدد التحية لضيفنا في الاستوديو وسيادة اللواء بحري عادل ياسين رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل. أهلا بحري مرة أخرى. يعني الأسطول التجاري لابد أنه من العناصر الرئيسية التي ينطبق عليها التطوير ودوره في تنشيط التجارة العالمية أو النقل البحري التجاري في الفترة القادمة. سيادة اللواء، بالنسبة لأسطول التجاري المصري للأسف يعني ما عندناش أسطول تجاري بمعنى مفهوم الأسطول. عندنا بعض وحدات كده ولا ترتقي إن احنا نقول عليها أسطول تجاري. فمثلا احنا عندنا 114 وحدة رفع العلم المصري، لكن كمية كبيرة منها عبارة عن قاطرات خدمة ولا مش وحدات نقل بضاعة. الوحدات اللي هي المملوكه للدوله حوالي 27 وحده. ودي بتبقى معظمها في شركه الملاحه الوطنيه والشركه المصريه لسمنه الملاحه، ودي شركات وطنيه. وشركه القاهره للعبارات عشان عندها 2 ركاب يعني. الكام اللي بقول عليه حضرتك دلوقتي اللي ممكن نقول عليه شغال يمكن في حدود 7 أو 8 وحدات من ال 27 من ال 7 يعني 114 لا من ال 27 لان ال 114 داخله فيها وحدات خدمه كتير. نعم. اللي هي بتتعامل مع القطاع البترولي سواء حكوميه او غير حكوميه او غير حكوميه. عشان ننشط بالاسطول التجاري بقى يعني ده، لان الاسطول التجاري وجوده في مصر ليه بعد امني. ان انا بستفاد بيه في وقت الحروب. وقت الحرب انا اللي بجيب معداتي والمؤن بتاعتي والمؤن الاستراتيجيه، ما اعتمدش على حد تاني ويرفع عليا التامين ويرفع عليا الشغل، لا يعني اللي هي التشغيل اقصد. فوجود اسطول وطني لازم يبقى متوفر حتى في وقت الازمات بشكل عام اكيد. نعم. نيجي يعني لازم نغير بعض التشريعات بتاعتنا، وده عملنا فيها فعلا، وكان المهندس ضاحي وزير النقل حريص جدا ان احنا لازم التشريعات نغير، دي قوانين. ففعلا عدلنا بعض التشريعات في المجلس الاعلى للمواني. نعم. وبدانا نخاطب، لان لازم تصدر بقانون. منها مثلا وطبعا احنا لما عدنا التشريعات في الوزاره متجهه هناك ان اي قرار او اي لازم نجيب السوق الملاحي، لازم نجيب التوكيلات الملاحيه وملاك السفن ونقعد معاهم ونتفاهم وجهات نظرهم بحيث نوصل في الاخر لحلول. نعم. لان هم دول اللي مشغلوا لنا السوق، فلازم نبقى يعني بقدر الامكان بنسهل لهم ازاي يبقوا ملاك سفن. نعم. فلقينا ان صدقت اللي هي توافق عليها في مجلس في المجلس الاعلى للمواني ان الوزير لغير الموافقة الوزير اما نيجي نبيع السفينه المصريه الاجنبي، كان في شرط اساسي ان اي مالك سفينه مصري قبل ما يبيعها او ياجرها لازم ياخد موافقه الوزير. ودي كانت بتعمل لهم مشكله. فخلينا موافقه الوزير بس على السفن المملوكه للدوله، والبيع هنا مقصود به لكن فلو ما تمش بيكون عرقله مساله التطوير. عرقله طبعا. لان هو عاوز يبيع واشتري حاجة أحدث وهكذا. نعم. أو مش قادر يشغلها في السوق الملاحي فبيأجرها. فكانت موافقة الوزير دي كانت يعني موقفة الدنيا شوية. تمام. فطبعا اتلغت الموافقة في المجلس الأعلى للمواني. تاني حاجة جنسية السفينة. كان الأول المفهوم للناس كلها إن ما دام رفع العلم المصري يبقى تاخد الجنسية المصرية. لا، الجنسية المصرية بتكتسب السفينة الجنسية المصرية أما تتسجل في أي ميناء من مواني مصر
سواء كانت مالكة لمصريين، سواء السفينة دي يعني مملوكة أو متأجرة، ده اللي ذات في القانون. نعم. إن إحنا نأجرها عارية، عارية يعني بدون طائم، تتأجر عليه أو تأجير تمويلي. نعم. والجنسية دي بتكتسبها المصري اللي حامل الجنسية، يعني شرط أساسي لازم يكون مصري 100%. ما فيش حاجة اسمها أجنبي ويرفع لسفينة رفع على مصر ويقول لك أنا واخد الجنسية، اللي هو صاحب السفينة. صاحب السفينة دي برضو حطيناها في التشريعات اللي هتتغير. في مشكلة كانت بتقابل ملاك السفن برضو بخصوص الشهر العقاري. الشهر العقاري كان بيتعامل مع السفينة على أنها عقار، فما كان بيجي يسجل عنده أي يعني يبيع او بياخد منه رسوم كتيره جدا. فديت لسه في يعني هيبقى في اجتماعات تنسيقيه بين وزاره النقل ووزاره العدل لانهاء هذا المشكله. نعم. طب لقينا حاجه تانية او طلبات لهم، طب عشان نعمل اسطول بقى. نعم. عشان نعمل اسطول احنا درسنا الدول اللي حوالينا، مش اللي حوالينا، الدول اللي نهضت بالاسطول زي سنغافورة مثلا وزي كوريا الجنوبية. طب دول طوروا الاسطول، لقينا انهم حاطين حاجات نفسنا احنا نطبقها في مصر. طيب. واضح ان مسألة الاسطول التجاري هذه مسألة اهملت كما ذكرت حضرتك عشرات السنين او عقود طويلة. بدأ العمل في تطويرها، وهناك تفاصيل كثيرة وهي ترتبط بمسألة الموانئ، يعني هنرجع لها. حضرتك اسمح لي ان نتوقف قليلا بعد ما نتعرف على مسألة الموانئ وما يتم فيه الآن. معنا على الهاتف دكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل. دكتور أهلا بحضرتك. أهلا بك يا أستاذ أحمد. إحنا دلوقتي مسألة يعني سيادة اللواء عادل ياسين دلوقتي بيتكلمنا عن الأسطول التجاري، الموانئ أيضا بترتبط بذلك أتصور، مسألة الخدمة والتموين وما إلى ذلك. ما هي الأجندة لدى وزارة النقل فيما يتعلق بالموانئ والمشروعات القادمة؟ أشكرك يا أستاذ أحمد، وتحياتي للسادة المشاهدين ولسيادة اللواء عادل ياسين. يعني في البداية طبعا بنبارك للشعب المصري على الإنجاز العظيم اللي هيتم افتتاحه في خلال عدة أيام. نعم. وبنقول ان وزاره النقل يعني مستعده تماما بانها قامت بتجهيز اكبر مينائين على المحور اللي هم ميناء شرق بورسعيد وميناء العين السخنه. نعم. المينائين تم تجهيزهم، المرافق بتاعتهم مكتمله. نعم. وفي انتظار استقبال البضائع من المناطق الصناعيه واللوجستيه اللي هيتم إقامتها في ظهير المينا شرق بورسعيد والعين السخنة. نعم. هرجع لهم تاني العين السخنة وبورسعيد، بس الأول أقول بقية المواني. هو في طبعا مينا غرب بورسعيد، وفي مينا الأدبية، وفي مينا العريش، ومينا الطور. أيوة. في الحقيقة مينا الطور رغم أنه هو يعني بعيد نسبيا عن محور قناة السويس ومنطقة قناة السويس، إلا أن يعني القيادة السياسية ارتضت أنه يدخل ضمن منظومة التطوير عشان نعيد الاهتمام بسيناء وأهالينا في منطقة سيناء. هرجع للمينائين اللي هم بورسعيد وشرق بورسعيد والعين السخنة. دول بيعتبروا مواني، بنسميهم مواني محورية، وهي مواني يمكنها استقبال السفن كبيرة الحجم، لأن دلوقتي في العالم كله بيتجه إلى اقتصاديات الحجم الكبير. فالسفن دلوقتي بتشيل أحجام كبيرة من البضائع، لنا أن نتخيل أن السفن بتشيل 19,000 حاوية دلوقتي. السفينة بيبقى طولها 400 متر وعمقها أو الغاطس بتاعها 16 متر. ولازم تكون المواني بتاعتنا مجهزة لاستقبال مش بس هذه الأحجام، ولكن التطور المستقبلي في أحجام السفن. فإحنا في وزارة النقل يعني بقالنا فترة بنستعد لهذا الحدث الكبير، وإحنا جاهزين إن شاء الله، ويعني نفرح كلنا مع مصر إن شاء الله. نعم. شكرا جزيلا لحضرتك دكتور أحمد أمين، مستشار وزير النقل. شكرا جزيلا لك. أعود مرة أخرى إلى ضيفي في الاستوديو معالي اللواء
بحري عادل ياسين رئيس قطاع النقل البحري في وزارة النقل. ست لو كنا نتحدث عن يعني من الواضح أنه مسألة تطوير الموانئ أيضا يسير أو ينبغي أن يسير في توازي مع تطوير الأسطول التجاري اللي حضرتك تحدثت عنه. يعني هي إيه المشكلات اللي كانت بتعوق تطوير الأسطول التجاري غير التشريعات؟ هل في أشياء أخرى غير التشريعات وبذلك يتم التغلب عليها في الوقت الحاضر لتحقيق الهدف المنشود؟ المشاكل اللي كانت بتقابل ملاك السجون ان البنوك بتحجم انها تموله. يعني السفينه غاليه مش رخيصه. يعني حاليا دلوقتي السفينه عشان ابني سفينه 60 الف طن من حوالي من 35 ل 45 مليون دولار. يعني احنا بندخل في حوالي 400 مليون جنيه. فالمستثمر المصري ما عندوش الملاءه الماليه ان هو ممكن يشتري سفينه. فبيرجع للبنك، البنك ما بيرضاش. عشان كده انا بقول لحضرتك ان احنا ملجأنا للدول ازاي طوروا اسطولهم. لازم الدوله تدخل تدعم في تطوير الاسطول، لازم الدوله ذات نفسها زي ما حصل كده مع قناه السويس لازم يحصل مع الاسطول وبنفس الحماس وبنفس القوه وبنفس السرعه. لان في شويه حاجات لازم الدوله تعملها. صحيح احنا محتاجين لكل قرش، لكن الاسطول التجاري ده حاجه حيويه ومهمه للدوله. يعني مثلا لازم يبقى في اصدار، ومش عاوز اقول لسيادتك قرار على مستوى اعلى مستوى في الدوله ان جميع السلع اللي احنا بنستوردها والخامات ينقلها للسوق التجاري بتاعها. يعني ديت عشان يبقى انا بوفر له حصه من طاقه النقل. يعني وعشان كده لما نشتري مراكب ونلاقي التشغيل بتاعها. يعني من الناحيه الاقتصاديه اذا دفعت فيها استثمارات كبيره في البدايه فهي سوف تعود من خلال لا هتعود بمكاسب رهيبه. ولكن لازم الدوله ان احنا كل اللي استيرادنا واصدر والتصدير بتاعنا يكون عن طريق المراكب بتاعتنا. ثاني حاجه لازم يكون في نوع زي ما عملت الدول، انا عارف موضوع الدعم ده حساس لنا كلنا. لازم يكون في دعم بالوقود شويه، لازم نكون برضو الضرايب نعفيها من الضرائب لفترة. أنا من رأيي الشخصي إن إحنا ممكن نطور الأسطول ده لو الموانئ إيرادات الموانئ كويسة. لو تركت إيرادات الموانئ من 3 لـ5 سنة هي ممكن تشتري وحدات الأسطول. يعني ممكن نشتري واحدة واحدة، لأن عشان تبني سفينة بتاخد لها على الأقل 2 سنين. وعندنا ترسانة، يعني عندنا ترسانة سيادة الرئيس فتحها من قيمة 2 شهر. ترسانة بناء سفن. فالترسانة دي احنا ممكن نشغلها، يبقى شغلنا عمالة كمان وفي نفس الوقت يعني بمعدل هي بتقدر تبني وحدتين في السنة. لأن أول سفينة هتبنى تاخد 2 سنين، لكن تاني سفينة هتاخد لها 1 سنة. يعني احنا مش هنحتاج كمان لا نعتمد على الخارج أو الخبرة الدولية في بناء السفينة 100%. عندنا وناس مؤهلة. وأنا اتناقشت مع رئيس الشركة عندهم استعداد كامل، بس يبقى فيه تمويل. فعشان كده أنا بقول لازم الدولة تخش بثقلها فيه، ولازم يكون في دعم وقود، لازم يكون في إعفاءات ضريبية، لازم يكون في ضمانة من الدولة تضمن ان يكون في ان المراكب دي هنشغلها. عشان المستثمر يبقى حتى لو دفع جزء كبير من التمويل يبقى ضامن ان المراكب دي هتشتغل. فدي من الحاجات اللي هي ان شاء الله. احنا يعني في اجتماعات بصفه دوريه، والمهندس هاني ضاحي مهتم قوي بالموضوع ده، وبنقعد مع وزاره الماليه ومع بما يتعلق بالضرايب ومع وزاره البترول بحيث هنوصل لرؤيه معينه وتتعرض على مجلس الوزراء ان شاء الله. نامل ان شاء الله طبعا تسير على قدم وساق يا رب. طيب في مساله بقى تتعلق بمساله المنافسه. يعني كان في انباء وتقارير كثيره منذ فترات انه في بعض الدول تفكر في مشروعات منافسه لقناه السويس. الى اي مدى يمكن ان يقوض او يقضي المشروع الجديد لقناه السويس الجديده على هذا ويحقق فعلا المنافسه الحقيقيه لقناه السويس؟ هو من افتتاح قناه السويس سنه 1869 وفي تحديات على المستوى الاقليمي او العالمي. طبعا ما حدش عايز مصر تنجح لان الاعداء كثيرون. في تحديات قابلت القناه على مر السنين، ولكن هي واجهتها وخدمت التجاره العالميه. هنلاقي مثلا ان المنافس لنا او اللي هم بيدعوا انهم هيعملوا حاجه تنافسنا
وبدأوا فيها فعلا. وعشان كده كان قرار رئيس الجمهورية ان القناة تاخد سنة، كان من وجهة نظري ان هو ليه رؤية، مش انها تخلص في سنة عشان تجيب لنا اراد بس، في استراتيجية لا انا يعني رؤية إن، ان ان كل اللي كان بيفكر يعمل حاجة احنا هنفتح بيكم واحنا هنخلص وندي للعالم اشارة ان احنا قادرين نعمل قناة ونوسع ونعمق وهنعمق تاني ان شاء الله ونوسع حسب متطلبات التجارة يعني او حسب احجاب السفن. هنلاقي مثلا اللي كان بيفكر في المنافسة معانا اسرائيل، استغلت ثورات الربيع واستغلت ان مفيش يعني ضوابط في مصر في الفترة الأخيرة الثورة، واستدار المجلس الوزراء عندهم صدر قرار سنة 2012 ان يعمل سكة حديد من إيلات لأشدود. طول السكة الحديد حوالي 300 كيلومتر بغرض ان هو المراكب تيجي على إيلات او أشدود وينقلها بالسكة الحديد. طبعا ده مشروع برضو بدراسات درسناها، مشروع لا يكتمل، دي فرقعة كده إعلامية أو نوع من إن إحنا هنعمل حاجة زي قناة السويس، يعني حتى من الجدوى الاقتصادية لا 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 لا, لا, لا ده عشان يفضي مركب بس، يعني مثلا القطر لو قلنا إنه 20 عربية ويفضي والعربية تاخد لها 60 طن ولا 50 طن عشان يفضي مركب عايز له يعني ما يعني يعني ولا 70 80 قطر عشان يفضي مركب 70 طن وحاجة زي كده، ده المركب الواحد. فطبعا مشروع هو هيخلص سنة 17، وده كان برضو عشان كده كانت رؤية لازم نخلص قبليهم برضو عشان يبقى مشروعهم ده بدون جدوى في النهاية. في حاجة تانية برضو في قناة اتعملت من 2010 في القطب الشمالي، وناس طلعت كتير قالت ان ده هينافس قناة السويس لان في القطب الشمالي ده هيخلي ان المراكب الحاوية المراكب عامة البضايع او حاجات تطلع من الصين واليابان وتعدي في القطب الشمالي في قناة القطب الشمالي وتطلع على شمال غرب أوروبا أو على الساحل الشرقي لأمريكا. برضو ده مشروع بدون جدوى لأن بدأ بحوالي 40 سفينة في السنة بحالها، و2014 كانت آخر إحصائية 70 سفينة. مش عايز أقول لحضرتك أن 70 سفينة دي كمية البضاعة اللي نقلتها تعادل كمية البضاعة اللي مرت في قناة السويس ليوم واحد، يعني شغلهم سنة بالكامل احنا خلصناه في نفس اليوم في يوم واحد، لان طبعا ده بيحتاج الى كسارات تلج عشان نتعب. اللي بتنافسنا فعلا لان قناة بدنا دي طولها 80 كيلو ولكن بتعتمد على الاهوسة، يعني مش زي قناة السويس ستريت على طول. قناة مربا رصدوا 5 مليار دولار وبدأوا في التوسعة والتعميق بتاعها وحينتهوا في إبريل 2016، عشان كده كنا لازم احنا نفتح بيهم ونوسع ونعمق. هنلاقي في فرق بين قناة بنبا ديت هي يعني بتربط المحيط الأطلنطي بالمحيط الهادي، وديت بتاخد البضائع والحاويات من شرق أمريكا بتوديه للغرب وبتنقل برضو عن طريق الصين واليابان لها يعني. اما نيجي نبص ان قناة بنبا مش يعني هي اللي بتنافسنا نوعا ما عشان بتاخد الشرق يعني من هنا بعض من جنوب شرق اسيا يعني. هنلاقي ان قناة بنبا يعني قناة البسوط لها مميزات عنها كتير قوي. ان قناة السويس فيها ميزة ان ما فيهاش اهوسة، مكتوبها واحد عن البحرين مستقيمة بالضبط كده، ان احنا قادرين ان احنا نوسع ونعمل قناة تانية نوسع في اي وقت جاهزين مع حسب احجام السفن والغواصات، التوسيع والتعميق ما فيش مشاكل خالص، حتى مراكز الخدمة يعني وكده ممكن تتعلم، كل ده متوفر وقادرين. طب هنرجع للنقطة دي، اسمح لي سيادة اللواء ان اتوقف قليلا. معنا على الهاتف دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. دكتور مدحت اهلا بيك. اهلا بك يا فندم. يعني دايما السؤال البسيط اللي بيتساءله المواطن العادي، طيب متى نرى او نشعر بعائدات قناه السويس الجديده؟ ماذا نقول؟ هو بسم الله الرحمن الرحيم. الحقيقه العناصر التي يتم استخدامها للتقييم الاقتصادي لمشروعات البنيه الاساسيه في مجال النقل تحديدا عاده ما تتضمن تخفيض تكلفه النقل، الوفر في تكاليف التشغيل والصيانه والتجديد،
تحسين عناصر الأمان، الوفر في زمن الرحلة، أسهر المساحة إلى غير ذلك من عناصر. ما تم الإعلان عنه بأن عائدات القناة ستصل لعام 2023 إلى 13.2 مليار دولار سقوط الوقت الحالي، يتضمن أيضا ويشمل النمو الطبيعي لعائدات القناة اللي هي القناة الأصلية. ولكن حينما ننظر إلى هذا النوع من المشروعات، وخاصة هذا المشروع الجديد، وحينما يتعلق الأمر بالتقييم الاقتصادي للممرات المائية الكبرى زي قناة السويس، فإن العائد الاجتماعي أيضا والعائد الاقتصادي الكلي على المجتمع يجب أن يؤخذ في الاعتبار. هذا يتطلب تقدير للجدوى الاجتماعية فضلا طبعا عن الجدوى الاقتصادية للمشروع. يعني أهمية مشروع تطوير الخط الملاحي للقناة يجب أن ينظر إليه في سياق أشمل من العائد الاقتصادي المباشر. العائد الاقتصادي المباشر بدوره لا يهدف فقط إلى تنمية إيراداتنا الحالية من رسوم القناة، ولكن أيضا لا تعتبر طبعا من أحد أهم مصادر النقد الأجنبي للبلاد، لكنه يهدف أيضا إلى المحافظة على تلك الإيرادات التي تتهددها منافسة محتملة لمشروعات إقليمية بديلة. عندنا مثلا مشروع إيلات أسدود الإسرائيلي، وهو عبارة عن خط سكة حديد للشحن يربط قارتي آسيا بأوروبا بطول حوالي 300 كيلومتر في زمن ساعتين ونص. عندنا ممر مائي روسي للربط بين القارتين عبر المحيط المتجمد الشمالي، وبدأ العمل فيها. أشار إليه ضيفنا في الاستوديو اللواء بحري عادل ياسين. وعندنا مشروعات أخرى بتعلن عنها طبعا، تحية للضيف العزيز. وعندنا أيضا مشروعات أخرى يتم الإعلان عنها باستمرار وتباعا، وإيران الآن وهي في حالتها الجديدة تعلن عن ممرات أخرى بديلة. كل هذا يصب في إطار تخفيض التنافسية لقناة السويس، وبالتالي رفع هذه التنافسية هو أمر لا بد من، ما بنتكلمش بس عن ان نحن نملك رفاهة ان نزيد او نطور، هذا طبعا فضلا عن انه الخطوة الاولى او اللبنة الاولى في مشروع عام واشمل، وهو تنمية محور قناة السويس الذي يتوقع ان يدر المليارات، فضلا عن توفير ما يقرب من مليون فرصة عمل على الاقل. اذا هناك نتائج مباشرة او منظورة، وهناك يعني اثار او مميزات او عائدات منظورة ومباشرة، وهناك غير منظورة ومباشرة. بالطبع، وطبعا لا يخفى يعني لا يخفى على الجميع اهميه الامن القومي واهميه قدره هذا المكان الحيوي من مصر او هذه البقعه الحيويه من ان يتم توطين نسبه لا باس بها من السكان في هذه المنطقه لمراعاه جانب وبعد الامن القومي المصري. نعم، شكرا جزيلا لك دكتور مدحت نافع الخبير الاقتصادي. اعود مره اخرى لضيف الاستوديو سياده اللواء عادل ياسين. عايز اعقب بس على الدكتور. اتفضل. هو في تعقيب بس صغير كده، ان ان الناس برضو متخيله ان احنا نفتح القناه يوم 6 8 يوم 7 8 يعني عائدات داخله بقى بغزاره يعني. انا حشبه بس حاجه كده، ان انا لو بنيت طريق، عملت طريق في الصحراء، مع الوقت الطريق ده على جنبي الطريق ده هيبدا يتعمر. فالممر الملاحي كده، قناه السويس كده في المشروع الجديد ده ممر ملاحي، السفن هتبدا تزيد فيه، لان مخطط ان طبقا للدراسات احنا بنعدي 49 سفينه دلوقتي، على 2023 هيبقوا 97 سفينه، ودول هيزيد تدريجيا. لكن هو العائد هيجي من القيمه المضافه، يعني مشروع قناه السويس الجديد ده العائد بتاعه هيجي من القيمه المضافه اللي هي المشاريع اللي هتقام على في المحور. فهي ديت الحاجات، المشاريع ديت مخططه وهتتنفذ تدريجيا. وعشان كده يعني مطلوب بقى من شبابنا اللي هو يعني زي ما عملنا لنا القناه يجري بينا بالمشاريع بتاعتنا، لان المشاريع ديت هتشغل الشباب كلها، والشباب لازم يعني يبدا يعني يحصل يعني زي ما بنقول كده بالبلدي يسوق نفسه. يعني هو لازم يتعلم ولازم يتدرب علشان يبقى في سوق العمل منتج. فالقيمه المضافه من قناه السويس الجديده هي المشاريع التي تستقام في محور قناه السويس. وبالتالي هتجيب لنا مئات المليارات، يعني بلاش مليارات عديده جدا مع واحده واحده. وكل ذلك بالطبع بيحتاج صيانه، زي ما حضرتك اشرت الى مثال الطريق، اذا اقيم طريق فهو خلاص فعلا ممكن يجيب عوائد، لكن محتاج صيانه ومحتاج تطوير. ما هو لازم يعني اي حاجه عايزه صيانه. يعني ما فيش حاجه اسمها ما فيهاش صيانه، يعني لازم، ولكن التطوير مطلوب. وانا بقول يعني ان بلاش الاستعجال. يعني الناس انا عارف عايزه على طول وعايزه تحس لا، هي ان شاء الله نتفائل وان شاء الله خير، لكن الاستعجال مش مطلوب، لان المشروعات ديت مشروعات عملاقه وهتاخد وقت لغايه ما نحس بارادتها. دكتور مدحت برضه ست اللواء اشار الى نقطه، انه مساله
العائد الإيجابي يعني يبقى زائد، ليس فقط هو العائد ولكن منع النقص أيضا يعتبر عائد. طبعا، لأنه بدل الحاجات المشروعات البديلة، بدل ما تضرب القناة الأصلية، لا ده احنا بنحافظ عليها وبنزود طبعا. والقناة دي هتبقى فيها ميزة، ميزة جبارة جدا، ان المشاريع اللي هتبقى عليها ده هيبقى مركز لوجستي، احنا هنبقى مركز لوجستي عالمي. ودي يعني نقطة الحقيقة انا كنت عايز توضيح اكثر من حضرتك فيما يتعلق بالمنطقة كمركز لوجستي والمشروعات او انجاز العمل في هذه المشروعات بالشكل الامثل. هو طبعا يعني مشاريع المحور ودي هيعلن عنها في افتتاح قناة السويس ان شاء الله، هي مشاريع كتيرة وعديدة يعني. وعندنا مقومات، اليوم عندنا مركز لوجستي عالمي، عندنا موانئ متطورة، عندنا بنية تحتية لكل الموانئ بتدار الكترونيا. المشاريع اللي هتتعمل في المحور دي هتخلق مننا مركز لوجستي. وعشان كده من ضمن المشاريع ان احب في محطات تموين، من ضمن برضو عشان نبقى نسهل ويبقى احنا مركز لوجستي ان الجمارك تدي بعض التسهيلات في الافراج الجمركي. يعني يبقى في يعني افراج جمركي مؤقت. تاني حاجه العماله المدربه، انشاء الطرق، ودي طبعا في خطه قوميه لانشاء الطرق. كل ده بيدينا مؤهلات ان احنا نبقى مركز لوجستي عالمي ان شاء الله. طيب فيما يتعلق بالصناعات، هناك أكيد في صناعات ترتبط بهذا المحور المائي الكبير والمنطقة، وأيضا ترتبط ربما بالمراكز اللوجستية. أبرز الصناعات اللي هي الصناعات اللي هتبقى في المحور إن شاء الله بما يتعلق بالنقل البحري، هنلاقي إن احنا هننشئ أو الدولة هتنشئ يعني ترسانات لإصلاح وبناء السفن وتجميعها. هنعمل برضو محطات لتموين السفن، ودي مهمة جدا ان عدد السفن هيبدأ يزيد في القناة، فتبقى في خدمة تموين السفن. محطات للحاويات هتبقى موجودة، محتاجين برضو ورش او مصانع لإصلاح الحاويات. فدي كلها حاجات هتبقى بما يخص النقل البحري. اما نيجي بقى المشاريع اللي هتبقى برضو مقامة، في مشاريع هتبقى بتروكيماوية، وفي مشاريع الكترونية، وفي مشاريع كهربائية وميكانيكية. يعني في فرصة كبيرة جدا للشباب انه هيشتغل وينهض باقتصاد مصر ان شاء الله. طب تحدثنا ممكن التركيز كله على التجارة العالمية، وايضا القناة كشريان ملاحي عالمي، لكن ماذا عن نقل البحري الداخلي يا ست لو؟ يعني كيف تسهم ايضا في تنشيط وتسريع النقل البحري الداخلي في مصر؟ النقل البحري الداخلي اللي هو بيطلق عليه سوق الكوبوتاج او سفن الروافد. زي ما قال الدكتور احمد امين في المداخله بتاعته ان الدكتور مدحت نافع تقصد حضرتك؟ لا، الدكتور احمد امين. الدكتور احمد امين اول. ايوه نعم. في المداخله بتاعته قال ان السفن دلوقتي كلهم بيعتمدوا على اقتصادات الحجم الكبير عشان يقلل مصاريف التشغيل. فالسفن اللي بتجينا دايما كلها من الشرق الاقصى ذات احجام كبيره جدا، وصلت بعض السفن دلوقتي ل 18000 حاويه. فمش معقول ان هو 18000 حاويه لما يجي ينزل هينزل شويه في دمياط، شويه في اسكندريه، لا لا لا، هتبقى تكلفه غاليه جدا. فهو بيجي ينزل سي في السخنه او في شرق بورسعيد. وتيجي سفن بقى الروافد اللي بقول لك سوق النقل الداخلي بقى البحري. دي ياخد ما يخص اسكندريه، ما يخص دمياط، لان صاحب البضاعه هو اللي بيحدد المينا بتاعه. فهنا لما يبقى صاحب البضاعه عاوز ينزل حاجته في اسكندريه، فمش معقوله مركب كبيره ضخمه ديت هتعدي قناه السويس وتيجي وتنزل اسكندريه وبعدين تطلع، يعني هتغير الزاويه بتاعتها. فهنا هنلاقي ان عندنا شرق بورسعيد والسخنه ديت تعتبر موانئ محوريه، لان درجه الانحراف عن خط السير يعتبر زيرو خالص. فديت ده النقل الداخلي ببساطه خالص. فبالتالي دي بتساعد ايضا في التسريع وفي تنشيط النقل الداخلي. طبعا. ست اللواء بحري عادل ياسين، رئيس قطاع النقل البحري في وزاره النقل، شكرا جزيلا لك. شكرا جدا. ما هي الا ساعات يعني قلائل او ايام، بضعة أيام، ويتم افتتاح قناة السويس الجديدة. شكرا لك، وتمنياتنا أن
تسير عملية التنمية أيضا في المحور وفي المنطقة إلى الأمام إن شاء الله. شكرا لكم مشاهدينا الكرام، ونلتقي في الأسبوع القادم مع قضية أخرى في واجهة الصحافة.